بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل خلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنوضح النهاردة إزاي أعمل انترلوك بين اتنين كونتاكتور. انترلوك، لو أنا عندي اتنين كونتاكتور بالشكل ده، أنا أكبره للتوضيح. كل كونتاكتور بيبقى فيه كويل، ايه واحد طرف وايه اتنين الطرف التاني، ايه واحد وايه اتنين. هنسمي الكونتاكتور دوت كي ون، وده هنسميه كي تو. عندي كهربا 220 ال، وعندي الارضي. طبعا عند الكونتاكتور بيبقى فيه ملامسات رئيسية، طبعا الأوضة الطبيعي بيكون في حالة فصل. عندي نقط مساعدة نورمال كلوز، الوضع الطبيعي مقفولة، وعندي هنا نورمال اوبن، الوضع الطبيعي بتاعها نقط اوبن مفتوح. هنا نفس الكلام نورمال كلوز، وهنا نورمال اوبن. ازاي اعمل انترلوك بين اتنين كونتاكتور؟ يعني ايه انترلوك؟ انترلوك دوت ضمان ليا، يعني معناه لو انا الكونتاكتور دوت وصل له تيار كهربي دوت يكون في حالة فصل، الكويل ده وصل له تيار كهربي يكون دوت في حالة فصل، ونفس الكلام العكس لو انا ده هو ده اللي شغال اكون ضامن ان دوت يكون في حالة فصل. مثال ليه، لو احنا بنتكلم على محرك ثلاثي اوجه وبعكس الحركة بتاعته، عشان اعكس الحركة بتاعته بحتاج اتنين كونتاكتور، ما ينفعش اتنين كونتاكتور يشتغلوا في وقت واحد، او يحصل غلطة ما الاتنين يشتغلوا في وقت واحد هتحصل كارثة. هو كده بركب فسين على بعض، يبقى انا كده بعمل مشكلة كبيرة جدا. فبالتالي لازم اعمل حمايه، بعمل انترلوك بين الاثنين كونتاكتور اكون ضامن ان واحد بس هو اللي شغال في وقت واحد. هندي مثال، لو انا عايز اشغل الكونتاكتور ده لازم اكون دوت في حاله فصل، يعني لما اوصل الكونتاكتور ويبقى في حاله توصيل لازم اوصل تيار كهربي للكويل، الكويل لو وصل له تيار كهربي يبقى انا كده عملت تلامسات رئيسيه كلها وصلتها وقلبت النورمال كلوز والنورمال اوبن عكس بعض. طيب نحب نفهم الموضوع ده. طيب في البداية لو انا عايز اشغل الكونتاكتور دوت واوصل التيار الكهربي ال 380 من المنبع للمحرك، بعمل ايه؟ الكويل هو الاساس بتاعي، بقوم واخد موصل فردة كهربا وفردة ارضي. لو انا عملت الحركة دي ووصل للكويل تيار كهربي، بالتالي هيعمل هيجذب القلب فهيوصل الملامسات الرئيسية، وبالتالي هوصل التيار الكهربا من المنبع للمحرك، ويبقى انا كده شغلت. طيب الكلام ده كويس جدا، بس انا عايز اعمل ضمان ليا دلوقتي، لا انا هشغل ده انا عايز اتاكد ان كي تو دوت في حاله فصل. نعملها ازاي؟ يبقى كويس جدا، يبقى انا هشيل ده، هشيل التيار الكهربي وهسيب الارضي، ونفس الكلام هوصل ده برضو طرف من الارضي، ده كده خد طرف ارضي وده طرف ارضي، يبقى التحكم كله عن طريق اي 1 هنا واي 1 هنا، ده اللي انا هتحكم فيه. طيب انا عايز اوصل تيار كهربي للكويل ده بس اكون ضامن ان دوت في حاله فصل، بعمل ايه؟ بجيب التيار الكهربي الاول من ال، بدخله هنا على نورمال كلوز، ما ده الوضع الطبيعي بتاعه نورمال كلوز مغلق، يعني هنا ما بمرش تيار كهربي، فدي ايه مغلق، انا كده ضمنت ان دي ودي مقفولين يعني دوت في حاله فصل، بقوم واخد ده كده ورايح على الاي 1. ايه اللي حصل؟ اشتغل الكونتاكتور كي 1 هو اللي اشتغل، وضمنت ان دوت في حاله فصل، النقطتين دول كانوا ايه في حاله توصيل، معناه ده في حاله ايه فصل، يبقى ان ده لما يشتغل انا متاكد مليون في الميه ان دوت في حاله فصل. يعني انا لو حطينا هنا مفتاح اون عشان يشغل كي 1، لو انا ضغطت عليه هيوصل لي التيار الكهربي للكونتاكتور كي 1، وبالتالي هيشتغل الكونتاكتور ده ويوصل لي التيار الكهربي لايه مثلا للمحرك. كويس، هو هنقول هنا مثلا في اوف للكي 1. طيب انا عايز اعكس بقى،
انا ضغطت على الاوف وخلاص كده مفيش مشكله، رجعت الدايره لبدايتها. انا عايز ايه؟ انا عايز اشغل ده، يكون دوت شغال ودوت مفصول. يبقى احنا قلنا ايه؟ هناخد التيار الكهربي من المنبع ال ال وادخله على النورمال كلوز هنا الاول، بعمل هنا عمليه سماح. انت يا عم في حاله فصل؟ اه في حاله فصل. يبقى انا كده واخد وضامن، دخلت هنا الكويل، بالتالي هيمر تيار الكويل، وبالتالي هيبقى دوت في حاله ايه؟ رن شغال. طيب هنا هم حاطط هنا مفتاح. طبعا احنا بندي مثال، طبعا الدايره ما بتوصلش بالطريقه ديت، انا بدي مثال على الانتر لوك ازاي ادخل الكهرباء هنا عشان اشغل ده. فبدخلها على النورمال كلوز، بدخلها على النورمال كلوز عشان اتاكد ان هي مقفوله، واخد منها على الكويل، وبالتالي ده اداه في حاله شغال ودوت ستوب. طب كويس جدا. طب هو سؤال، انا جيت شغلت هنا في البدايه خالص بقى، ده في حاله الصب وده في حاله الصب، رحت جاي مشغل دوست على الاون فعمل لي ايه؟ شغل لي الكونتاكتور ده، عدى هنا الاداه مقفوله فعدى فشغل لي، وصل لي تيار الكهرباء للكويل فاشتغل ده، فده بقى في حاله رن، ودوت ستوب. ايه اللي حصل؟ ده كلوز عدى اشتغل، وبالتالي وصل الملامسات كلها ودي بقت اوبن ودي بقت كلوز عكس. هل لو انا ضغطت على الاون يشغل لي ده؟ احنا قلنا ده في حاله ايه؟ رن، ده شغال دلوقتي. لو انا ضغطت على الاون ده يبقى شغال. ثواني، عمره ما اشتغل. هيشتغل ازاي؟ النورمال كلوز هنا بقت اوبن، يعني التيار الكهربي دوست على الاون 100 مره مش هيوصل التيار الكهربي من النقطه دي للنقطه دي، وبالتالي مش هيوصل التيار الكهربي هنا للكويل، وبالتالي ده هيبقى في حاله ستوب على طول. الا اذا ضغطت على الاوف وبالتالي فصلت التيار الكهربي هنا على الكويل، وبالتالي دي بقت نورمال كلوز، دي اتقفلت. ده احنا لو دوسنا على ايه؟ الاوف، ودوت بقى ستوب. دوست على الاوف، وبالتالي لو انا ضغطت على الاون هنا هيمر تيار الكهرباء للكويل، بس ده هيكون في حاله ايه؟ فصل. وبالتالي يبقى انا كده عملت انترلوك بين اتنين كونتاكتور. اتمنى يكون الموضوع كويس. شكرا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.